هلا فيكم فقرة ألعاب الشهر المجانية، وراح نتكلم عن البلاي ستيشن بلس والإكس بوكس جولد. أول شيء نبدأ بالبلاي ستيشن بلس. أول لعبة معانا هي لعبة تورمنت تايدز أوف نومينيرا. اللعبة هذه فيها قصة عميقة وأيضا تصوير صاير كأنه ديابلو، وغير كذا في حوارات جدا فخمة فيها، وطبعا راح تقدر تلعب اللعبة زي ما أنت تبغى، يعني اختياراتك في اللعبة راح تأثر عليك قدام في القصة. هذا غيرنا فيها قتال وألغاز كثيرة متنوعة. ثاني لعبة معنا هي لعبة Dead by Daylight، وهي تعتبر لعبة صراع البقاء، لكن الميزة فيها أن لعبة ملتي بلاير أو لعبة تعاونية. طبعا لما قلت تعاونية أنت هذا الخيار لك، يعني تقدر أنك تصير متعاون مع الناس اللي معاك في اللعبة، أو أنك تقلب ضدهم وتحاول أنك تبقى لوحدك أو تصارع البقاء لوحدك. وطبعا بيكون فيها تصميم مراحل مختلفة، يعني كل ما تلعب المرحلة اللعبة مع أخوياك أو تلعب لحالك أو تلعب مع ناس تانية أونلاين، المرحلة تتغير كل شوي، ما راح تكون نفسها. وأهم شيء ميز اللعبة هو عنصر الرعب اللي فيها، وطبعا راح تستخدم شخصيات أو نقول أيقونية من أفلام الرعب المشهورة، مثل شخصية جيكسو من أفلام سو، وأيضا شخصية فريدي من أفلام نايتمير أون إلم ستريت، وطبعا جيسون من فرايدي 13، وطبعا في شخصيات أكثر في اللعبة. والحين خلونا ننتقل لألعاب الإكس بوكس جولد، وراح نبدأ بالألعاب الموجودة على الإكس بوكس 1. أولا بما أنها لعبة فورزا هورايزن 2، ألعاب سلسلة فورزا هورايزن تعتمد أن يكون فيها عالم مفتوح ضخم جدا، وهذه النسخة هي النسخة اللي تصادف 10 سنين على اللعبة، وراح تقدر تستكشف في اللعبة فرنسا الجنوبية وأيضا إيطاليا الشمالية. واللعبة راح يكون فيها تحديات ومراحل وخلنا نقول إيفنتات كثيرة، تقدر تلعبها يا في الصباح أو في الليل، وراح يكون أيضا فيه تغيير طقوس، يعني أحيانا يكون في مطر في نفس المضمار أو أنه يكون في مثلا ثلج. واللعبة راح يكون فيها أكثر من 200 سيارة مختلفة، تتنوع من سيارات مرة غالية إلى سيارات عادية. وطبعا في تطور الاونلاين، يعني بحيث انك تقدر تلعب مع اخوياك او تلعب لحالك او تلعب ضد ناس ثانيين اونلاين تتعرف عليهم. ثاني لعبه معنا على الاكس بوكس 1 هي لعبه فور اونر. لعبه فور اونر تحتاج انك تخلط بين السرعه والتخطيط وايضا اللعب التعاوني في اللعبه عشان تقدر تفوز، وراح تقدر تختار من شخصيات متنوعه، يا تختار تكون فارس او تختار تكون فايكنج او حتى ساموراي ياباني. وطبعا كل واحد من شخصيات هذول راح يكون فيه قدرات خاصه فيه مختلفه، ولما يزيد مستواك راح تفتح لك حركات اكثر وطرق اكثر بحيث انك تقدر تقتل اعدائك. وطبعا اللعبه راح يكون فيها اماكن كثيره مختلفه في اللعبه. والان ننتقل للالعاب المجانيه على الاكس بوكس 360، واللي طبعا تقدر تلعبها على طريق الاكس بوكس 1. اول لعبه معنا هي لعبه ديد سبيس، وطبعا تعتبر الجزء الثالث من سلسله ديد سبيس المعروفه. ايزاك كلارك رجع لنا مره ثانيه في لعبه ديد سبيس 3، وهالمره راح تكون مغامرته في كوكب ثلجي. وطبعا راح تحاول تستكشف اسرار هذا الكوكب بنفسك، او هالمره تقدر تستكشف الكوكب كله وتخلص اللعبه كلها مع صديقك عن طريق الاونلاين كووب مود. واخر لعبه معنا على جهاز الاكس بوكس 360 هي لعبه ايبك ميكي 2 ذا باور اوف 2. في لعبه ايبك ميكي راح تستخدم ميكي وايضا تستخدم صديق جديد اسمه ازول ذا لاكي رابت، ويعتبر شخصيه قديمه جدا من عالم ديزني. ومو بس كذا، راح تقدر تتعرف على شخصيات قديمه ايضا في عالم ديزني من الستينات والثمانينات وزي كذا. والهدف من اللعبة انك راح تحاول تستكشفها وتحل الغاز وتساعد ناس، وايضا انك تدمر الدكتور المجنون. وميزتها راح يكون فيها لاعبين كواب، يعني تلعب انت وخويك في اللعبة. وهذه كانت القائمة المجانية لألعاب البلايستيشن بلس وايضا ألعاب الاكس بوكس جولد. شكرا للمتابعة، كما كفاية الشيحة، مع السلامة.